أشاد المشاركون في معرض ومؤتمر بايدك بالتنظيم المميز لهذا الحدث الذي تستضيفه البحرين باعتباره أحد أبرز الفعاليات الاستراتيجية بالمنطقة، والتي تؤكد على التكامل بين تطوير القدرات العسكرية والتنسيق السياسي والدبلوماسي. احنا ندخل من ضمن استراتيجية للمملكة ككل. الاستراتيجية هذه مرتبطة بتحقيق رؤية المملكة 2030 في توطين الصناعات العسكرية في المملكة إن شاء الله خلال 10 سنوات القادمة. المركز حقق إنجازات الحقيقة في عدد من المجالات، منها طائرة سكاي جارد. الطائرة هذه حارس الأجواء، هي طائرة استطلاعية تكتيكية لها مهام قوية جدا، طورت خلال 7 سنوات الماضية بمجهودات ذاتية في المملكة ومن خلال شباب سعوديين مهندسين، والآن في مرحلة النهائية لدخولها لمرحلة التصنيع مع الشركات الاستراتيجية البارتنر. كذلك عندنا قسم الرادارات، وهو معمل وقسم متخصص في المركز مهتم بتصنيع الرادارات المتخصصة، وطورنا مجموعة من تقنيات الرادار أثبتت الحقيقة قوتها من خلال التجارب الميدانية مع القطاعات العسكرية في المملكة، سواء القوات الجوية البحرية البرية. مشاركتنا تعد من أكبر الأجنحة اللي موجودة في المعرض، وجود 15 شركة وطنية تعرض آخر المنتجات الوطنية اللي تم تصنيعها، في بعض المنتجات هاي تم تصنيعها في دولة الإمارات بأيدي إماراتية. اليوم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات دائما عندها نظرية الاستثمار في العنصر الوطني، سواء كان في القطاع الأمني والعسكري أو أي قطاعات ثانية. اسم البحرين وهذا المعرض صار على مستوى من ناحية تبادل خبرات، تبادل التكنولوجيا. نحن بالنسبة لنا كمركز ملك عبدالله كل منتجاتنا الآن صار عندنا تعاون مع الجيش البحريني والأجهزة الأمنية من زمان، طبعا علاقة تاريخية.